ça vont bénéficier de l'expérience de votre pays. De choses acquises, d'amitié renforcée et d'expérience. Je rappelle, ma génération est venue, était venue ici. إذا الخبراء اللي قادمين من الجزائر وفد الجزائر استفادوا من أخوانهم الموريتانيين وإخوانهم الموريتانيين استفادوا من الجزائريين وهذا لنعمل أكثر بالخبرة الثنائية وفي كذلك مساعدة من طرف الجزائر رمزوا نشارك في إمضاء اتفاقية ذات مجال عديدة من الساحية لتعامل مع بعض لتبادل الآراء والمساعدة بين البلدين.